الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل مكسبا أسبوعيا يعد الأول خلال أسبوعين من الخسارة، مع تذبذب أسعار النفط الأسبوع الماضي بضغط من قوة الدولار. وبالرغم من انخفاض خام البصر الخفيف في آخر جلسة له بمقدار 27 سنتا ليصل إلى 82 دولارا، إلا أنه حقق ربحا أسبوعيا بلغ 64 سنتا أو ما يعادل 0.78%. وانخفض أيضا خام برنت في آخر جلسة له قبل إغلاقه بمقدار 70 سنتا ليصل إلى 82 دولارا فاصل 17 سنتا، إلا أنه حقق خسارة أسبوعية بلغت 57 سنتا أو ما يعادل 69% في أسبوع. أكدت مصادر أن إيران تصدر أكثر من 53 ألف من السلع إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي خلال الأشهر السبعة الماضية. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن السلع الرئيسة المصدرة شملت أحجار البناء وخام الحديد وأنواع البلاط وحديد التسليح ومواد كيميائية وقطع غيار السيارات. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط عصائر منتهية الصلاحية وإحباط محاولة تهريب أدوية أطفال مخبأة في منفذ ميناء أم القصر الشمالي. وقالت الهيئة إن مفارزها تمكنت من خلال المتابعة والتدقيق والاعتماد على مصادرها الخاصة في منفذ ميناء أم القصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد. وأضافت أن الأولى تحتوي على أدوية أطفال مخبأة خلف عبوات من سائل المنظفات، وتحتوي الثانية على عصائر منتهية الصلاحية، وتشكل هذه المواد المضبوطة خطرا كبيرا على صحة وسلامة المواطنين. أكد النائب في البرلمان المنحل في العراق فرات التميمي أن منافذ كردستان العراق البرية وغيرها لا تزال خارج سيطرة الحكومة في بغداد. وأضاف التميمي أن منافذ كردستان العراق يجري من خلالها تهريب مختلف البضائع، مشيرا إلى أنه لا فائدة من أي قرارات حكومية داعمة لأي قطاع في ظل إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة وخسارة ميزانية الحكومة مليارات الدنانير بسبب استمرار التهريب. فرض النظام السوري ضرائب ورسوم جديدة على القطاع الخاص لتغطية العجز في موازنته للعام المقبل، حيث قرر زيادة أسعار المواد الخام والوقود، وهو ما بدا واضحا من خلال رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري بنسبة تخطت 160%، بالأضافة إلى رفع أسعار الكهرباء على الفعاليات الاقتصادية. ويأتي هذا فيما تشهد أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة في الأسواق السورية ضمن مناطق سيطرة النظام منذ مطلع تشرين الثاني الجاري، تشهد ارتفاعا قياسيا بوتيرة متسارعة تصل إلى 1.5% يوميا و10% أسبوعيا لأكثر السلع، في حين تتفاوت هذه النسب صعودا وهبوطا باختلاف المواد ومستوى العرض والطلب عليها. ختام الموجز، إلى اللقاء.